السلام عليكم جميعا ومرحبا بكم معنا في هذا الفيديو هذا. ان شاء الله غادي نشارك معكم الطريقه ديالي في تهيئ سلو. طريقه بسيطه وكيوجد في دغيا، ما كتحتاجيش معاه بزاف ديال المكونات ولا مهم. كنخلطو بهذا البوغ داغاشيد او الفول السوداني، كنخلطو غير به، ما كنضيف له لا زيت لا حتى شي حاجه، غير بهذا الفول السوداني وكيتجمع. المقادير غادي نحتاجو واحد كيلو ديال الدقيق، القمح محمر بطبيعه الحال، وكيلو ديال اللوز محمر كذلك، نصف كيلو، انا درت في نصف كيلو ديال الجلجلان، ودرت نصف كيلو ديال بذور الكتان. هادو هما المكونات اللي درت وكنخلطهم. بودر الكتان بيان سور مطحونه، محمره ومطحونه، كذلك الجلجلان محمر ومطحون، وزدت واحد شي شويه د السكر كلاصي، واحد شويه، واحد 3 ديال المعالق ولا 4 ديال المعالق ديال السكر كلاصي. واللي ما كيبغيش السكر كلاصي يضيف العسل في بلاصه السكر كلاصي، وغادي يساعد انه يجمع هذا السلو هذا، وغادي يجيكم غادي يجيكم شويه ميدم، ماشي بحال الا جمعتوه فقط بهذا الفول السوداني. علاه كنبقى كنجمعو هكا، ومن الاحسن باش يتجمع مزيان. نسيت ما قلت لكمش بان كنضيف كذلك حبه حلاوه، واحد المعلقه ديال حبه حلاوه، والنافع معلقه فقط، شويه غير للتنسيم فقط، ما كنكثرش بزاف، غير باش يعطي هذاك لودور ديال هذاك حبه حلاوه، الطيب ديالو بطبيعه الحال. في المجموع درت 4 ديال المعالق ديال الفول السوداني، تقريبا 4 ولا 5 د المعالق باش جمع لي هذه الكميه. ويلا ما بغيتيش تدلكيه هكا بهذه الطريقه هذيك كما كندير انا، خاصو يتدلك مزيان في الحقيقه باش يدخل فيه مزيان. الا ما بغيتيش باش تضيعي معاه الوقت، كديريه في العجانه كما غادي نوري لكم. درتو شويه هنا في العجانه، ولكن دلكتو بيديا من طبيعه الحال، دلكتو اولا بيديا مزيان وعاد باش درتو في العجانه. هنايا ضفت واحد المعلقه ديال القرفه، حتى هي كنزيدها مع المقادير، وكنستمر هكا في الدلك هكا ديالو. كتعاودي تجمعي هذوك الجوانب وكترديه في الوسط عاوتاني من طبيعه الحال باش يتجمع مزيان، وكيدخل فيه هذاك الفول السوداني. وهذا هو الشكل النهائي ديالو، كيجي زوين وكيجي حرش ولذيذ. غير جربوه غادي يعجبكم بزاف. وبهذه المناسبه هذه ديال شهر رمضان، كنتمنى لكم يدخل عليكم بالصحه والسلامه وطول العمر، وباش ما تمنيتو ان شاء الله الرحمن الرحيم، وكل عام وانتم ان شاء الله بألف خير، والسلام عليكم.